هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 35. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا مستر خالد عطية أستاذ اللغة الإنجليزية، واللي هيعمل لنا ريفيجن على أول 3 يونتس. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا مستر أحمد، ازي حضرتك؟ شرفنا واتشرفنا كالعادة. هتقول ايه لطلابك النهاردة؟ صباح الخير عليكم جميعا، على كل طلابنا وطلابي بصفة خاصة، وصباح الخير على كل مصر وكل زمايلي مدرسين اللغة الإنجليزية. ان شاء الله نعمل ريفيجن النهارده كده على يونت 1 2 اند 3، ويعني هنعمل كده كويك ريفيجن، واتمنى ان اقدر اوصل لكم اي معلومه بسيطه ونساهم ان شاء الله في يعني فهم او نجاح اي حد، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. حلقه موفقه ان شاء الله يا مستر، وبالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء. يا ريت المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل يا حبيبي. بسم الله. طيب النهارده اولادنا هنشتغل ريفيجن على يونت 1 2 اند 3. اوكي، طبيعي انت درست الحاجات دي خلاص، احنا بس هنعمل كويك ريفيجن كده، يعني على السريع هنراجع ذا مين بوينتس، النقط الرئيسيه بتاعه يونت 1، لان هو كده مقسوم ثلاث اجزاء. اول جزء اسمه باست سيمبل، الماضي البسيط. انا ملخص لك الموضوع، يعني الباست سيمبل عامله لك في جدول كده صغير موجود اهو، مكتوب ان قدامك لو بصينا على شمال الشاشه كده ان الباست سيمبل هو التصريف الكام؟ ايوه التاني للفعل بالظبط، يعني بدل جو انت مثلا بدل هاف هاد وهكذا. تمام. طيب زي ما انت شايف مكتوب كلمات داله على الزمن، اللي هي يسدي واجو لاست ويك والحاجات ديت، اكيد انت عارف الكلام ده. بيعبر عن ايه الباست سيمبل؟ لو قرينا اللي مكتوب هو بالعقل والمنطق اسمه باست سيمبل ماضي، هيعبر عن ايه؟ نمبر 1 حدث انتهى في الماضي، something happened and finished، حاجة خلاص حصلت وإيه وانتهت. لو بصينا على الجملة كده I went to the museum in 2010، رحت المتحف 2010. طب ما هو 2010 دي خلاص سنة في الماضي، عشان كده استعملنا كلمة إيه went. تمام. لو بصينا بقى لتاني استخدام، وده يمكن اللي أصعب سنة، بيعبر على past habits. past habits يا جماعة يعني عادة في الماضي. زي إيه؟ بص كده على الجملة مكتوبة جنبها when I was young I always played a lot، يعني وانا صغير كنت دايما العب كتير. تمام. من ضمن الحاجات الغريبة وجود كلمة always اللي بتدل على البريزنت مع فعل زمنه ايه، دي يبقى زمنه ايه؟ باست سيمبل بالظبط. ازاي؟ ما هي دي باست هابت، ده احنا حتى بنقول بالبلدي ايه، كنت دايما بلعب كتير وانا صغير، دايما يعني always. تمام. وعشان هي باست هابت ماضي خليناها بليد. بص نمبر 2 when I was in Alex I swam every day، لما كنت في اسكندريه كنت بنزل الميه كل يوم. طبعا دي من الجمل الرخمه، صدقني ليه؟ لان في every day ممكن بالنسبه لك بتدل على البريزنت سيمبل، تمام، فتحس انها لو جات لك تشويسز هتختار سويم، لا، لان دي باست هابت، لما كنت في اسكندريه كنت بعمل كذا. وكمان بقى الاخطر ان انت هتفتكرها قاعده وين، وجاي وراها ويز باست سيمبل، وتجيب وراها هاد وبي بي مثلا او باست كونتينيوس، هاد سوام او سويم، لا، المفروض اجيبها باست سيمبل، يعني التصريف الكام؟ التاني بالظبط. طيب امتى كمان استخدم الباست سيمبل؟ مكتوب عندي
افعال واحداث متتاليه يعني successive actions، احداث متتاليه يعني حاجات بتحصل ورا بعض بسرعه ما فيش بينهم فتره زمنيه طويله، زي when we saw the hotel we knew it was great، اول ما شفنا الفندق عرفنا انه مكان جميل. هتلاقي كلمه so we knew جمله بتيجي كتير ومعظمنا بيختارها had known، لا so we knew يعني اول ما شفت عرفت في نفس اللحظه. بص اللي تحتيها I fell down and broke my leg، وقعت ورجلي اتكسرت. تقريبا الكسر ده في نفس التوقيت، اول ما وقعت رجلي اتكسر، فدي بيسموها successive actions احداث متتاليه. كمان بستخدم الباست سيمبل لما اعبر على past habit which never happens now، عادة كانت بتحصل زمان ودلوقتي لأ، لا تحدث الآن. ودي يمكن بتفكرنا يا جماعة بقاعدة كده تفتكروها اسمها used إيه؟ أيوة used to. بص مكتوب إيه؟ أحمد used to smoke but now he doesn't، يعني كان اعتاد على التدخين، كان بيشرب سجاير but now he doesn't، معناه he doesn't smoke يعني. يبقى طبيعي إن used to بيجي وراها إيه؟ infinitive، بس بتعبر على past habit، عادة في الإيه؟ في الماضي. لما جم فيها بقى عايز اقول لم يعتاد على، اقرا تحتيها عمرو ديدنت ايه بقى قدامك؟ يوزد ولا يوز؟ ايوه خلي بالك عشان انت بتبقى حافظها يوزد تو فبتختار يوزد تو بس، لا ديدنت معاها انفينيتيف طبيعي. عمرو ديدنت يوز تو جيت اب ايرلي، معناها لم يعتاد على الاستيقاظ مبكرا، ما كانش متعود يصحى بدري. يبقى ده معناه ايه؟ ناو هي جيتس اب ايرلي، ان دلوقتي عمرو ده بيصحى ايه؟ بدري. تمام؟ ولو سؤال برضه ديد ويوز. نقطة برضو من النقط اللي بتعمل confusion كده للطلاب، ان في افعال معينة لازم استعملها في الباص سيمبل. حد فاكر الباص سيمبل هو التصريف الكم؟ ها؟ ايوه تمام. التاني ايه هي؟ بيقول لي sense verbs، افعال الحواس اللي هم الحواس الخمسة لو انت فاكر، see و hear و touch و smell. تمام؟ الحاجات دي و taste طبعا يتذوق، الحاجات دي لازم يا ولادنا تتحط في التصريف الكام؟ التاني. وبعض افعال الادراك والشعور زي مثلا no think believe، الافعال دي لازم ما ينفعش احطها past continuous. بمعنى بص اول جمله when I visited her she seemed ill او she looked ill، الاثنين صح، ما قولهاش بقى seeming ولا had seemed، لا seemed looked بمعنى يبدو، seem او look بمعنى يبدو. طب ده كده كان شرح مبسط للباص سيمبل اللي اهم منه نطبق، عشان التطبيق هو ده اللي انا هخش اعمله اخر السنه او انت كطالب في ثانويه عام. طيب تعال نبص على نمبر 1، يلا احنا بيجي 2 كده، ها صحي الناس. When I lived in London I sped through the park every day، بيقول ايه؟ حاول افهم الجملة. لما كنت في لندن كنت بتمشى في البارك كل يوم. خلي بالك صحيح في every day بس مكتوب when I live ولا lived؟ lived. تمام باست، عشان هي باست هستعمل الباست سيمبل، قلنا التصريف الكام؟ ها لا التاني مش التالت، التصريف الكام؟ التاني اللي هي walk was walked walked walks. ها which one بالظبط؟ رقم C walk the صح. طب look at number 2 I spent at a bank for 2 years when I was young، قعدت في البنك ده شغال يعني سنتين وانا صغير، وانا اقل من كده في السن يعني. خلي بالك معظمنا هنا ممكن يلمح كلمة for 2 years فيحس كده for 2 years دي بتدل على present perfect مضارع تام، فيحس ان الاجابة اخر واحدة have worked. لا ليه؟ عشان في كلمة when I was young يبقى معناه الحدث انتهى خلاص، باص سيمبل، باص سيمبل اللي هي انهي واحده بقى؟ ها ايوه وركد اول واحده. تمام يبقى نمبر 2 ايه. طب ذا ثيرد 1 نشوف نمبر 3 سوا. وين هو 7 لما كان عنده 7 سنين ذا رايتر ابرايز ان بوتري كومبيتيشن، عايز اقول الكاتب كسب جايزه يعني تو وين وينز وين 1. ها طب هنا ما فيش كلمات بتدل على الزمن مثلا ولا حاجه؟ ايوه ما هي ما تتعودش بقى، ما تعودش نفسك ان لازم يجي لك مثلا لاست ويك عشان تبقى باص سيمبل ولا يستر دي. انت عندك وين هو 7 ووز دي معناها ايه؟ كان ماضي خلاص. ايه بقى السكند فورم التصريف الثاني او سكند كونجوجيشن التصريف الثاني بتاع كلمه وين؟ تمام 1 الاخيره هاي النمبر دي. نمبر 4 اي ذات احمد was short but I was surprised to see him so tall، يعني انا كنت فاكر احمد قصير واتفاجئت لما لقيت احمد دوت فارع الطول او طويل يعني. تمام had been thinking ولا was thinking ولا was thought ولا thought. ها خلي بالك عشان انت ممكن تحس ايه يعني انا كنت معتقد تبقى بيه I was thinking، لا قلنا think يفضل انه دايما يبقى في ايه؟ في الباست سيمبل يعني في التصريف الكام؟ التاني. تمام يبقى اجابتها thought اخر واحده. طيب نمبر 5 at her first school جنة
space part in the art competition في مسابقة الرسمية. take part انت عارف بمعنى يشارك. طب ما انا ممكن اخد الاولى takes part تشارك، ما هو مفيش كلمة بتدل على الزمن. لا لحظة، يعني كلمة at her first school في مدرستها الاولانية. فلما اجي اقول لك انا في مدرستي الاولانية يبقى احنا بنتكلم على انهي زمن بالظبط؟ باص سيمبل، والباص هو التصريف الكام؟ ها ايوه التاني اللي هي بقى takes talk had taken taking. ها which one is the right answer؟ تمام نمبر بي talk، هايل صح كده. طيب نبص على نمبر 6. احمد is lazy he space up late. حاول نفهم المينينج كده، احمد كسلان بيصحى متاخر. نخلي بالنا عشان معظمنا هنا اولادنا ممكن يختار الاولى. he used to get up late، يقولك كان متعود. ما هو لو خدنا الاولى معناها in the past، ده كان زمان بيصحى متاخر، فكان المفروض تبقى احمد was lazy. لو هي was lazy كان كسلان كنت اقول ايوه لانه اتعود على، كان معتاد على الاولى. لكن is lazy معناه انه حاليا كسلان، فهجيب بقى كلمه مش اعتاد انا في الماضي، حاليا معتاد حاليا على، اللي هي verb to be او get قبل used to is used to. وطبعا في الحاله دي بيجي وراها جيراند او verb plus ing. تاني كده واحنا بنقول ايه؟ used to مصدر بتعبر على past habit، اما verb to be او get لو جت قبل used to بتعبر على present action، حدث حالي. تمام؟ هو بيقول احمد حاليا كسلان، يبقى حاليا بيصحى متاخر is used to get. تمام؟ is used to getting number b. طيب number 7 mother the window this morning. افهم الجمله، ماما نظفت الشبابيك الصبح هذا الصباح. تمام؟ طب برضه انا ما عنديش كلمات بتدل على زمن، انا معاك، بس تعرف ان ايه this morning؟ النهارده الصبح بالظبط كده. طب ما النهارده الصبح ده خلص خلاص، انت بتقول النهارده الصبح انا صحيت متاخر وفطرت و و، اذا this morning بتدل على ايه؟ past simple، والباست هو التصريف الثاني، يبقى رقم بي cleaned. ملحوظه مهمه، بعض الطلبه بتفكر ازاي؟ يقول لك تبقى دي was clean، ليه؟ يقول لك هو مش باست ماضي يبقى was where؟ لا الماضي ما بنحطلوش was where. الباست سيمبل هو سكند فورم، يعني التصريف الكام؟ التاني، لا تحط معاه was ولا where. يعني كلمة روحت بتقولها I went to home، ما بتقولهاش I was went to home. تمام؟ طيب the last one number 8 mother made me a cake. ماما عملت لنا كيكة بطعم البرتقال. taste tasted was tasted tasting. ها فاكر لما قلنا افعال الحواس تحط دايما تتحط في التصريف الكام؟ ايوه التاني، اللي هي تيست ولا تيستد؟ بالظبط تيستد رقم بي. وده كان اختصار كده سريع لزمن اسمه الباص سيمبل، ما خدش مننا 10 دقايق. هنصعب سنة بقى، الباص كونتينيوس. طبعا انا عارف ان انت مذاكر الكلام ده، بس احنا بنعمل كويك ريفيجن كده، يعني اللي عارف اديك بتستفيد بتثبت المعلومة بتاعتك، اللي مش عارف ادينا بنحاول نوصل لك المعلومة ببساطة قدر الامكان. لكن طبعا اعذرونا احنا بنقول بسرعة لان احنا مطالبين بثلاثة يونت، تمام؟ في يعني ساعة الا ربع او حاجة، فيعني نحاول نركز وما نسرحش مع بعض. يلا نخش على الباست كونتينيوس. الماضي مستمر اللي هو تكوينه ايه قدامك على الشمال اهو، was where plus gerund او was where ing. تمام، الكلمات اللي بتدل عليه while when و just as، الكلمات دي قديمة معروفة. اهم حاجه بس يا جماعه في وز وير واين جي، لما تيجي تقولها بالعربي ابقى ترجمها كان. يعني لما تقول I was traveling تقولها كنت مسافر. We were having lunch، كنا بنتغدى. هنعرف ليه دلوقتي. طيب امتى بقى او ايه المواقف اللي استعمل فيها past continuous؟ هو ايه past continuous ده؟ تكوينه ايه؟ ايوه تمام، وز وير واين جي. طيب بص بقى بيعبر عن ايه؟ يعبر عن حدث كان مستمر الفتره في الماضي. زي بص الجملة اللي قصادها كده، I was studying all day yesterday. I was studying، يعني لو أنا بسألك إيه what were you doing at 5 yesterday، امبارح الساعة 5 هتعمل إيه، كنت بتعمل إيه، تقول لي أول سطر ده I was studying، تترجمي بقى أيوة مش ذاكرت، كنت بذاكر. هنعرف ليه دلوقتي. طول اليوم كنت بذاكر، حدث قطعه حدث آخر، جملة قديمة من أيام إعدادية. We were reviving when lights went out، كنا بنراجع والنور قطع. يعني الحدث الاول ان احنا كنا بنراجع اعمله باص كونتينيوس، والحدث الثاني اللي وقف الاولاني او قطعه بيتعمل باص سيمبل اللي هي لايتس وينت اوت، يعني النور قطع. خلي بالك من ملحوظه اللي هتغلط فيها مع انك عارفها. بص مكتوبي كده، واي اللي يتبعها اي ان جي،
If there is no subject, لو ما فيش ايه فاعل يعني ايه؟ لو بصينا للجملة اللي قصادها while revising، طب ليه ما قلناش was أو revising؟ لان ما فيش subject، ما فيش I، ما فيش علي، ما فيش the boy. لكن لو عندي اي فاعل هقول was or were ايه revising. خلي بالك انت بتبقى عارف المعلومة بس لما بتيجي تختار بتحلها غلط، وانت بتختارها فلازم ساعتها ما حدش هيقولك. يبقى طالما ما فيش subject اختاري جيراند على طول. طيب تاني نقطة، حدثان استمروا في وقت واحد، يعني two actions that were continuous at the same time. لو عندي حدثين كانوا في نفس الوقت يا أولادنا لازم يتعملوا was were ing. يعني ايه حدثين في نفس الوقت؟ بص كده الجملة، while I was studying my mother is cooking، يعني لما كنت بذاكر ماما كانت بتطبخ. هنا هنا we talk about two actions that were continuous at the same time in the past، يعني حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت في الايه؟ في الماضي. and no one interrupted the other، وما فيش حدث قطع الايه؟ التاني. تمام؟ يبقى لما يكون حدثين at the same time استعمل was were ing. خلي بالك بيقول لك لاحظ استخدام verb to be في الباست continuous، يعني انا اي فعل بحط له was were ing، بلاي بخليها was playing، come was coming. اما verb to be، تعال نقرا الجمله كده، while I was on holiday او when I was on holiday I met many friends، لما كنت في أجازة قابلت أصحابي. تمام؟ طبعا أنت معتاد إن هي وين بس، هي أكثر شيوعا بس صح إن أنا أقول while I was on holiday. اوعى بقى خلي بالك تقول while I was being on holiday. ليه؟ باختصار هي was يعني إيه؟ كان. طيب أنت عايز تقول while I was on holiday لما كنت في أجازة، فهي was مأدية المعنى، مش هقول was being كنت أكون في أجازة. زي ما بتقول إيه؟ when I was young، while I was young، while I was in London، while I was in the club، while we were at home، لما كنا في البيت. طيب نرجع نقول أهم حاجة التطبيق، يلا بقى إيه شغل دماغك كده، look at number one، بص على أول جملة، what space when I met you، عايز أقول له أنت كنت بتعمل إيه لما أنا قابلتك، عندي when في النص اللي بيجي قبلها past continuous. بصيت على الاختيارات لقيت will you do، were you doing، you were doing، you did. طالما وين بيجي قبلها باست كونتينيوس يبقى اجابه يبقى بي اور سي. بس خلي بالك دي صيغه سؤال وات، عشان سؤال اقول وات وير يو ولا وات يو وير؟ بالظبط وات وير يو يعني نمبر بي. تمام. طيب طب هنا في كلمه دلت على الزمن يعتبر كلمه وين. طب هو ينفع تجي لنا جمله ما فيهاش كلمات بتدل على الزمن؟ بص نمبر 2 كده، I couldn't answer your telephone call، ما عرفتش ارد على مكالمتك. ليه؟ انا because I shower، كنت باخد دش يعني. تمام؟ بص انت بتقول ايه؟ كنت. تمام؟ فاكر لما قلنا لما نعوز كلمه كان نستعمل was were ing؟ عشان كده اجابتها انا هسيبها لك انت تحلها بقى، نمبر 2 اجابتها ايه؟ تمام، I was having a shower. يعني ايه لما نلاقي was were نقولها كان؟ يعني اقول لك I couldn't open the door، ما عرفتش افتح الباب. ليه؟ I was praying. I was praying لأن كنت إيه؟ بصلي. تمام؟ يبقى خلي بالك was were ing بنترجمها إيه بالعربي؟ كان. طب نقلب كده نجيب بيجي 5. عندي نمبر 3 جملة بتقول while I was doing my homework، لما كنت بعمل واجبي، mother lunch، cooked cooks، was cooking cooking. نفهم الجملة بالعربي، إحنا عايزين نقول إيه؟ لما كنت بعمل واجبي ماما إيه؟ ايوه كانت بتطبخ. طب لما نعوز كلمه كان نختار ايه؟ ها A B C D which one؟ I was cooking. تمام. طبعا ممكن حد يقول ايه؟ بس في قاعده الوايل بتقول بيجي بعدها باست سيمبل، يعني ممكن تبقى cooked. اولا كمينينج، كمعنى، لو انا قلت ايه؟ while mother was while I was doing my homework، لما كنت بعمل واجب، mother cooked، ماما طبخت، المعنى مش حلو. كجرامر كمان انت ده معناه ان الطبخ اللي ماما عملته ده او الحدث اللي ماما شغال فيه عمليه الطبيخ انتربت ذا فيرست اكشن، قطعت الحدث الاولاني اللي هو المذاكره، والحدثين ما لهمش دعوه ببعض. يبقى هنا انت عندك تو اكشنز ذات وير كونتينوس ات ذا سيم تايم، حدثين كانوا في نفس الايه الوقت، فبيتعملوا الحدثين باست كونتينوس او ماضي مستمر ووز وير واي ان جي. طيب لوك ات نمبر 4. نمبر 4 بتقول از يعني وايل، از جانا واز تايرد او هنا بمعنى بيكوز، لأن جنة كانت تعبانة she fell asleep، نامت while space TV. ها
سي ولا دي؟ ها سي ولا دي؟ مفيش سبجكت، مفيش فاعل، يبقى سي ولا دي؟ ايوه دي. طب لو حطينا شي بعد وايل هناخد ايه؟ was watching بالظبط كده. طب بص نمبر 5، while I space at home a man knocked on the door، حد خبط على الباب for help وطلب مني مساعده. was being ولا was ولا have been ولا am being؟ خلي بالك المعتاد ان انت بتختار الاولى، بس هنا انا عايز اقول ده verb to be، يبقى while I was at home. زي ما قلنا كده when I was young، while I was on holiday، يبقى اجابتها نمبر بي، مش هقول لما كنت اكون في البيت، لا was بس. طيب نمبر 6، they were watching a film، كانوا بيتفرجوا على الفيلم. يا ترى هختار no word، يعني ممكن الجملة تبقى كده بس they were watching a film، ولا all night yesterday، طول الليل امبارح، ولا now، ولا الاختيار الرابع يقول لي A و B مع بعض. منطقيا now لا، لان دي where، وغالبنا معظمنا هيبص على رقم B all night yesterday. فعلا هي ممكن تبقى بي، كنا بنتفرج على الفيلم امبارح طول الليل. طب بس في نفس الوقت يا جماعه، ما انا ممكن اقول ايه؟ they were watching a film، كانوا بيتفرجوا على الفيلم واسكت، يعني no word برضه صح، يعني ما احطش حاجه خالص. طب هي كده اختار ايه ولا بي؟ لا هتختار دي اللي هي بتقول لك ايه؟ ايه وايه؟ ايه وبي سوا. فهمتني؟ طيب نمبر 7، staying in England I learned to speak English، عايز اقول اثناء اقامتي في انجلترا اتعلمت اتكلم انجليزي. تمام، يبقى عندي during while as soon as until، اكيد انت محتار ما بين during while. طيب because there is no subject، عشان ما فيش فاعل هنختار while، وتبقى while staying. طب معناها ايه؟ اثناء اقامتي في انجلند. طب ما هو في during برضو يعني اثناء. بالظبط، بس خلي بالك بقى عشان في common mistake، خطأ شائع كده بعض الناس فاكرة وبعض الطلاب، ان during followed by gerund بيجي وراه ing. لا، during is followed by noun، بيجي وراه ايه؟ اسم بس. يعني دي كانت تنفع during امتى؟ لو قلت during my stay، اثناء اقامتي، يعني اقول while working تمام، لكن during my work، يبقى خلي بالك ان اللي بيجي وراه gerund مش during، هي while. تمام، وده كده كان باختصار الباست كونتينيوس اللي قلنا اهم لقطه فيه بيتكون من was were ing، وبنقراها بالعربي كان. تمام، طيب عندنا باست بيرفكت اطول جزء في يونت 1، الماضي التام تكوينه زي ما انت عارف من زمان، او باصص كده على الشاشه هاد بلس بي بي هاد والتصريف التالي. كلمات اللي بتدل عليه من اعداديه انت عارفها، افتر واس واز وبيفور والحاجات دي. هو اللي يهمنا امتى نستعمل الزمن ده، الموقف اللي المفروض استعمل فيه بريزنت بيرفكت. خلي بالك احسن في ناس كتير وطلبه كتير فاكره ان الازمنه سهله، باص سيمبل باص كونتينيوس. بالعكس، صعوبه الازمنه انه بيجيبها من غير كلمات، مفيش كي ووردز، فانت ما بتبقاش عارف دي جايه تبع انهي درس في المنهج، فده اللي بيصعبها. ومع وجود 16 او 20 او ايا كان عدد الجمل اللي هتبقى في الامتحان في التشويسز، ما بتبقاش عارف دي تنسبها لانهي درس، فبتبقى عايزه حد متدرب. عامة تعالى نقرا الباست بيرفكت بنستعمله امتى؟ بيقول لي حدثان وقع احدهما قبل الاخر في الماضي. يعني امتى هستعمل هاد وبي بي؟ When we have two past actions، لما يبقى اولاد عندكم حدثين. One happened before the other، واحد حصل قبل التاني. الفيرست اكشن ده ما تنساش ابدا، لازم يبقى هاد وبي بي. الحدث الاول هاد وبي بي، والسكند اكشن الحدث التاني باست سيمبل. تاني كده، الفيرست اكشن يبقى ايه؟ هادو بي بي، والحدث الثاني تصريف تاني. الحدث الثاني تصريف ايه؟ بمعنى بص على الجمله الاولى كده، I found a book which I had lost، تعال نترجمها، حاول تفهم اللي بتقراه. انا لقيت الكتاب اللي ضاع. طب فين هنا الفيرست اكشن؟ لقيت الكتاب ولا ضاع؟ اكيد ضيع الكتاب، عشان كده اتعملت had lost. طب فين الحدث الثاني؟ ان انا لقيته، عشان كده الحدث التاني تصريف تاني من find اللي هي كلمة ايه؟ found. بالظبط، عارف الجملة دي بتبقى صعبة ازاي؟ تخيل اللي هقوله كده، بص للجملة، I found the book which I، ويديك space نقط، have lost، had lost، lost. تحس انت ان التلاتة يمشوا. عايزة واحد فاهم ان دول two actions، حدثين. first one الاولاني ده يا جماعة must be past perfect، لازم يبقى had و be be، والتصريف الثاني قلنا او الحدث الثاني تصريف ايه؟
تاني. طيب طبعا في قواعد مباشره زي اللي على الشمال اهو افتر واز سون از وين فولود باي بيجي وراهم ايه زي ما انت شايف هاد بلس بي بي اللي هو الفيرست اكشن او الحدث الكام الاول ثم بص سيمبل الحدث الثاني اللي هو تصريف تان. بمعنى نبص على الجمله اللي قصادها نقرا افتر جنه هاز بليد ولا هاد بليد مكتوب عندك؟ ايوه افتر جنه هاد بليد ده بيانو شي هيلبت هير ماذر بعد ما جنه ساعدت او لعبت عزفت بيانو ادي الحدث الاول معمول هاد بليد شي هيلبت هير ماذر ساعدت مامتها يبقى الحدث الثاني تصريف تان. طيب بص كده على وين تاني جمله when I had reached the station the train left معنى الجمله ايه؟ لما وصلت المحطه القطر مشي بالظبط ده معناه. طب هنا فين الفيرست اكشن؟ يعني يا ترى القطر مشي الاول ولا انا وصلت الاول؟ الفيرست اكشن اللي فيه هاد وبيبي عشان كده مكتوب when I had reached يبقى ده الفيرست اكشن معناها ان انت وصلت الاول عشان كده بص انا كاتب جنبها ايه؟ I caught the train I didn't miss my train معناها ان انا لحقت القطر وما فاتنيش. طيب بص بقى في تحتها before by the time على الشمال وين العكس انت عارف باص سيمبل وهادو بيبي. طيب بص كده اول جمله by the time جنى arrived we had had lunch قبل ما جنى توصل كنا اتغدينا خلاص يعني first we had had lunch اتغدينا الاول then we او جنى arrived بعد كده جنى وصلت. بص كده على تاني جمله I had finished my work before I took a break احاول افهمها انا خلصت شغلي قبل ما ايه اريح يعني ادي before في النص بعدها الباص سيمبل بالاحمر اهو قدامك توك يبقى اللي يجي قبلها باست بيرفكت يعني هادو بيبي يعني الاول خلصت وبعدين ريحت جسمي شويه. طب بص تالت جمله دي when I reached the station the train had left يعني لما وصلت المحطه القطر مشي بس لو انا سالتك عن الفيرست اكشن الحدث الاول هنا وصلت ولا مشي القطر؟ لا مغادره القطر بدليل انها جايه هاد ليفت تمام يبقى ده الحدث الاول معنى كده الحدث الاول ان القطر مشي وبعدين انت وصلت تبقى لحقته بالظبط كده. لا عشان كده بص كديني بالازرق I missed my train I didn't catch my train معناها ان انت ما لحقتش الايه القطر. ملحوظه سريعه بيقول لي على الشمال as soon as ممكن يتبعها ايه باص سيمبل الجزئين باص سيمبل امتى if we don't have much time between two actions in the past لما يكونوا الحدثين يا جماعه ورا بعض بسرعه ما فيش فرق بينهم زي بص المثال as soon as we arrived at school the first lesson began اول ما وصلت الحصه بدات زي لما اقول لك ايه as soon as I saw علي اول ما شفت علي I recognized him عرفته اتعرفت عليه. ما بين الرؤية وان انا اتعرفت عليه هل في فرق؟ هل في وقت طويل؟ لا عشان كده ممكن يبقى باص سيمبل في الناحيتين. طيب عندي بقى قاعدة until قديمة مكتوب قبلها نفي بايه قدامك؟ didn't تمام وبعدها هادو بيبي اللي هو الحدث الاول طبعا انت عارف ان until قبلها didn't بس خلي بالك يجوز ايه كمان wouldn't couldn't ايه ده ينفع wouldn't او couldn't؟ اه عادي طالما المعنى يسمح خلاص لكن 99% امتل قبلها نفي. طب هو ينفع يجي قبلها اثبات يعني؟ اه هجيب لك دلوقتي جمله فيها كده بس اتاكد بس وافتكر ان امتل قبلها اساسها قبلها ايه؟ didn't تمام بص الجمله كده I didn't return home until I had finished my work يعني لم ارجع المنزل حتى انهيت عملي يعني الاول خلصت شغلي وبعد كده ايه؟ رجعت. بص تحتيها هي ايه؟ He couldn't buy the car until he had saved much money. لم يستطع الشراء، شراء السيارة يعني، إلا لما حوش فلوس كفاية. طيب، ملحوظة مهمة بقى، before وafter، الكلام ده إحنا عارفينه، بيجي وراها إيه دايماً؟ الـ ING، إمتى؟ If we don't have a subject، لو ما عندناش فاعل. يبقى إحنا كده خدنا أربعة بيجي وراهم ING لو ما فيش فاعل، أفكرك. While when؟ After before. while when after before وهنزود on while when after before on مالهم دول they are followed by ing بيجوا وراهم الفعل في ing امتى if we don't have a subject لو ما فيش ايه فاعل. بص المثال قصادها after leaving بالاحمر مكتوبه قصادك اهي
After leaving school I went to home. طب ليه ما قلناش after had left؟ لا اقول after we had left, I had left, the boy had left. لازم يكون في subject. تمام. طب في نقطة بقى بتعمل كده confusion لبعض الطلبة. النقطة اللي جاية دي. عشان وين قواعدها كتير. فيقولك وين ايه يمكن ان يتبعها ايه؟ past continuous ماضي مستمر. حد فاكر تكوينه؟ بالظبط was were ing. طب فاكر معناه كنا بنقوله ايه؟ كان. تمام. او past perfect ماضي تام يعني هادو بيبي. وعلى فكرة الماضي التام بيترجم زي الماضي بليد لعبة هاد بليد لعبة توك اخذها هاد تيكن اخذها. طيب بص كده جملة زي الاولى I couldn't open the door. ما قدرتش افتح الباب because I عندي اختيارات بقى. تخيل لو جات لك was praying و had prayed. في ناس في دماغها ان because followed by past perfect بيجي وراها هاد وبيبي. انا معاك بس افهم المعنى. انت عايز تقول انا ما قدرتش افتح الباب ليه؟ لاني صليت ولا كنت بصلي؟ ها كنت بصلي يبقى because I was praying. طب بص التانية he apologized because he had made a mistake. طب ليه خدنا had made؟ لان معنى الجملة ايه؟ هو اعتذر لانه غلط. يبقى الاول غلط had made ادي الحدث الاول وبعدين اعتذر apologized. خلي بالك انا ممكن بدل because اكتبها when. يعني تبقى he apologized because او when he had made a mistake. الاول غلط تمام. طيب يبقى because when هنا واحد يعني because when مفيش مشكلة بينه. نيجي لحاجة أخيرة اسمها having. معناها تيجي بمعنى after في الجملة followed by be be ويجي وراء التصريف الكام؟ أيوة التالت. بتبقى شكلها غريب بس صح. يعني بتقول having taken having done. بص الجملة having done my homework يعني after I had done أو after doing my homework I went to bed. يفضل لنا كده حاجة أخيرة عشان نطبق على الباست بيرفكت اسمها no sooner. اللي الرابط بتاعها زي ما انت شايف no sooner ايه؟ than. بالظبط. يساويها hardly when scarcely when fairly when. وكان ليها قاعدة كده لو فاكرين كنا بنقول subject اللي هو الفاعل وهاد و no sooner و بيبي. زي بص I had no sooner graduated than I got a job. يعني باللغة العربية بيقولوها لم أكد أتخرج حتى حصلت على العمل. أو ببساطة كده معناها أفتر بعد ما اتخرجت اشتغلت. وطبعا في ملحوظة بتقول آخر حاجة هيف نو سونر لو بصيت على الكلمة اللي وراها مكتوب هاف ولا هاز عندك؟ أيوة هاد. صحيين. يبقى نو سونر بيجي وراها إيه في الأول؟ هاد لو بدينا بيها. بص نو سونر هاد شي ريتن هاد هي كام هاد بوي ترافلد وهكذا. يبقى لو جت في أول الكلام يجي وراها هاد. تعالى بقى نطبق عليهم جملتين كده في بيج 7. أول جملة بتقول I didn't see my friend. ما قابلت صاحبي. When I arrived home لأني لما روحت he have gone had gone gone went out. طيب هو أنا ما قابلتوش يبقى أنا روحت الأول ولا صاحبي مش الأول؟ بالظبط صاحبي مش الأول. طب الفيرست أكشن الحدث الأول بيبقى زمنه إيه؟ تمام هادو بيبي. طب بص في الاربع اختيارات بقى ببساطه هتختار انهي واحده؟ ايوه نمبر بي هاد جان. تمام. طب بص نمبر 2 وي ارايفد هاف ان اور ليت. وصلنا متاخرين نص ساعه. فيلم سبيس هاف ان اور ايرليير والفيلم بدا من نص ساعه. طبعا في طالب يقول ايه؟ هو انا دلوقتي عارف ان انا بحل على الباست بيرفكت لكن اخر السنه الجمله دي في وسط الجمل انا مش عرفني ليه تبع الدرس ده اصلا. صح. تعرف يعني كلمة ليت؟ أيوة متأخر. تمام. لما أجي أقول لك أنا اتأخرت على الاجتماع يبقى الاجتماع بدأ ولا لأ؟ بدأ. طب ما ده يعتبر يا جماعة فيرست أكشن. يعني إيه فيرست أكشن؟ الحدث الكام؟ الأول. بالظبط. ما تنتظرش إنه لازم يجيب لك أفتر أو أنتيل أو نسونر عشان تختار هادو بي بي. لأ بالفه. طبعا الجمل اللي إحنا حطينا دي جمل امتحانات ثانوية عامة قديمة خلي بالك. تمام؟ يبقى يو ارايفد هوم هنختار اني واحده بقى؟ دي هاد بيجان معناها فيرست ذا فيلم بيجان ذن اي ونت تو ذا سينما. معناها ان الاول بدا الفيلم وانا رحت متاخر. طب بص نمبر 3 وي كولكتد ذا فروت ويتش سبيس فروم ذا تري. افهم الجمله. لمينا الفاكهه اللي وقعت من الشجر. فول هاف فولن هاد فولن جوينج تو فول. طب وانا برضه اعرف منين؟ ما هي اكيد الفاكهه وقعت ده الحدث الكام؟ بالظبط الاول
عشان كده بنختار had fallen. تمام. طيب نمبر 4 by 2015 يعني على سنة 2015 I space many novels. في قاعدة سريعة بتقول if by is followed by past أي by لو جه وراها يا جماعة تاريخ في الماضي by yesterday by وأي سنة في الماضي بنستخدم زمن اسمه past perfect الماضي التام اللي هي أني واحدة بقى أيوة had written أحسن شباب. طيب نمبر 5 سهلة I spent the film before I read the book. بيقول لي أنا شفت الفيلم قبل ما أقرأ الكتاب. طب هنا بقى في كلمة واضحة اللي هي كلمة إيه في النص؟ أيوة بيفور تمام. بيجي قبلها هاد وبيبي معروف. يبقى إيه ولا بي ولا سي ولا دي؟ ها؟ بالظبط هاد أوريدي سين. لكن بعض الناس ممكن تعترض وتقول إن كلمة أوريدي دي يا مستر بتدل على البريزنت بيرفكت اللي هي أول واحدة. يجوز يا أولادنا استعمال أوريدي مع الباست بيرفكت. تمام؟ أنا معاك أوريدي من كلمات البريزنت بيرفكت. لكن كمان مسموح ان انا استخدمها في الباست بيرفكت فهي مش غلط ولا حاجه. تمام. وجود بيفور يخلي الارجح ان انا اختار ايه هاد اوريدي سين. تمام. طيب فاضل لنا اربع جمل على الباست بيرفكت. الاولى بيفور اللي بيجي وراها باست سيمبل. بس خلي بالك لو بصيت على بيفور كويس هتلاقي بعدها النقط على طول سبيس. واحنا قلنا ان وايل لو انت فاكر ها سمع معايا كده while when after before on followed by gerund بيجي وراهم الاي ان جي if we don't have a subject لو ما فيش ايه فاعل. طب ما هنا ما فيش فاعل في رقم 6 يبقى نختار ايه بالظبط writing يبقى number 6 is b. طيب number 7 having space the shopping mother started to prepare lunch يعني اول ما ماما خلصت الشوبينج ابتدت ايه تجهز لنا الغدا. حد فاكر having بيجي وراها ايه؟ ايوه التصريف الكام التالت. تمام يبقى ضن. طيب نمبر 8 نو سونر ايوه بعضنا بيحل هو على طول يقول لك نو سونر معروفه لو جت في الاول بيجي وراها ايه لو فاكرين بص في الاختيارات هتفتكر ها ايوه الاولى تمام هاد وي هيرد صاحي. طب نركز في 9 بقى شويه اي سبيس ليف انتل اي هاد تيكن ذا ماني عايز اقول انا ما مشيتش لما خدت الفلوس. تمام انا عارف ان انت ميال تختار رقم بي ديدنت عشان معظمنا عارف until is preceded by didn't بيجي قبلها didn't انا معاك الحدث التاني بس سيمبل. لكن كمان wouldn't الاولى صح انا ما كنتش همشي لما اخد فلوسي. بص بقى رقم سي اقراها كده I refused to leave رفضت المغادرة حتى حصلت على المال. طب ما هي برضه ماشية وبص سيمبل. تمام مش منفي بس المعنى موجود وشغال ما فيهوش مشكلة عشان كده A و B و C صح. ده اللي هيخلينا نختار انهي واحده بقى بالظبط رقم دي. مش عايزين استعجال في النظام الجديد ولازم تقرا الجمل كويس. اخر جمله نمبر 10 بتقول space many novels نجيب محفوظ became famous نجيب محفوظ اشتهر بعد كتابه عده قصص. طب هنا ما فيش حاجه يعني write و writing و had written وبيقول لي بي وسي يعني ينفع writing وينفع had written. اولا ما اقدرش ابدا بهاد ريتن كده من غير فاعل يعني اقول مثلا نجيب محفوظ هاد ريتن هي هاد ريتن اي هاد ريتن فمرفوض ان انا ابدا بهاد ريتن كده لازم السبجكت. تمام الاجابه هنا بقى خلي بالك هي رقم بي رايتنج. معناها ايه رايتنج؟ معناها افتر رايتنج يعني بعد كتابه افتر رايتنج. تمام وكمان ممكن تكون معناها افتر نجيب محفوظ هاد ريتن يبقى نمبر 10 از بي. وكده احنا خلصنا يونت 1 اللي هو اطول يونت وهناخد فاصل كده زي ما مستر احمد بقى ناخد فاصل قصير ونرجع لكم تاني. بشرى هامه لطلاب الثانويه العامه في جميع المواد الدراسيه. قريبا سلسله كتب مدرس على الهوى في مراجعه نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني
كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث، كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني مع ريفيجن مع مستر خالد عطية. اتفضل يا مستر. طيب هناخد بقى يا جماعه يونت 2 اللي بيتكلم على حاجه اسمها بريزنت بيرفكت، المضارع التام. لو بصينا كده هنلاقي ان تكوينه هاف اور هاز بلس بي بي. احنا بيج 9 صفحه 9، تمام؟ بيج 9 بريزنت بيرفكت هاف وهاز وبي بي. طيب كلماته معروفه سنس وفور الحاجات القديمه دي. اهم استخدام يا جماعه للبريزنت بيرفكت، وده مهم جدا، اللي هو ايه؟ بيعبر على افينيشد اكشن، يعني حدث منتهي، وذا بريزنت افكت، وما زال له تأثير في الحاضر، اللي هو أول كلمة. بص، حدث انتهى وله أثر في الحاضر، يعني إيه؟ بص أول جملة، I can't phone my father، مش عارف أكلم بابا. ليه؟ كمل، I have lost my mobile، موبايل ضاع. ليه استخدمت have lost؟ الشيء تم، انتهى، الموبايل ضاع، الموضوع خلص. أثره إيه الحالي اللي أنا متأثر بيه؟ I can't phone anyone، إن أنا مش قادر إيه؟ أتصل بحد، تمام؟ زي ما أقول I can't walk well، أنا مش قادر أمشي. ليه؟ I have hurt my leg، رجلي اتعورت، أصبت في رجلي، الإصابة انتهت، أثرها إن أنا مش قادر أمشي. يبقى خلي بالك أهم استخدام اللي هو A finished action، حدث منتهي، with a present effect، بتأثير في المضارع. طيب عندي بقى في حاجات بسيطة هنقراها مع نفسك، ما فيهاش مشكلة. هناخد بس have و has been اللي بالأسود في النص، لو أنت شايف have و has been معناها إيه؟ went to a place and came back، لما حد يروح مكان ويرجع بنقول he had been. صيفت انت السنة دي، تقولي I have been to Alex، ده انا كنت في اسكندرية، معناها you went and came back، ان انت رحت ورجعت، تمام. عندك have or has gone، معناها went to a place and hasn't come back yet، يعني لما واحد يروح مكان ولسه ما جاش بنقول have or has ايه؟ gone، يعني ماما مش موجودة، والmother has gone to the market، راحت السوق، معناها she is still there on the way، هي لسه هناك او في الطريق. she hasn't come back yet، لسه ما رجعتش. طيب مهم بقى الجمله اللي جايه دي، لاحظ ان المضارع معاه، بص مع المضارع بنستخدم مضارع تام، يعني present simple مع present perfect، ومع الباص simple باص perfect. كنا قايلين جمله كده اسمها المضارع مضارع والماضي ماضي، بمعنى بص اللي قصادها، الجمله اللي قصادها، ودي نقطه مهمه قوي. he is happy، ليه؟ because he has just passed his exams، ده مبسوط لانه نجح. لو خدت بالك is present ده التأثير، معاه has. بص بقى تحتها he was happy، ليه؟ he had passed his exam، عشان نجح. يبقى البريزنت مع present والباست مع ايه؟ past، تمام. لو انت فاكر في قاعدة كده كان اسمها since، مكتوب يجي قبلها ايه؟ present perfect have وhas وbe be، وبعدها past simple اللي هو التصريف الكام. بص المثال، I have been busy since I worked in that charity، انا مشغول من ساعه ما اشتغلت في charity اللي هي المؤسسه الايه؟ الخيريه. ملحوظه احنا دايما بنغلط في الجزء اللي بعد since، باص سيمبل، لانك اول ما بتشوف since بتقول since يعني have و has، لا، since is followed by past simple، since بعدها ماضي اللي هو التصريف الكام؟ التاني، واللي تحتها تقريبا زيها. معلش احنا بنقول بسرعه عشان نضيق الوقت. هات بيجتين كده معايا، يلا بص معايا على بيجتين ولادنا هنطبق. بيقول we space friend since we were young، عندي since في النص، ها بتدل على have been will be are have been، ها بالظبط have been present perfect مضارع تام. طب نبص على number 2، I haven't met Ganna since we at school، had been ولا are ولا have been ولا where؟ ايوه where الاخيرة، لان since followed by past simple بيجي وراها التصريف الكام؟ التاني. طب number 3، احمد space his leg so he can't play، احمد اصيب في رجله فمش قادر يلعب كوره، تمام. طيب يبقى شيء تم وليه اثره، يبقى فعلا نمبر بي has hurt، صح رقم بي. طيب نمبر 4، what should I do، I space all my money، هتصرف ازاي واعمل ايه، ده انا فلوسي كلها راحت. lost going to lose
had lost have lost. عارف اني what should I do دي معناها ايه؟ معناها I'm confused now. I got confused. ان انا متلخبط حاليا ومرتبك مش عارف اعمل ايه. طب ما ده التأثير. يبقى انا عايز حاجة بتعبر على شيء تم وليه اثر. اللي هي الاخيرة have lost. بعضنا ممكن يحس ان الاولى تمشي. لا. لان lost باست سيمبل الفرق بين البريزنت بيرفكت المضارع التام والباست سيمبل ان الباست سيمبل ده بيعبر على finished action. انتهى. حدث انتهى خلاص ملوش اي تأثير. اما have وhas بتعبر على قلنا حدث انتهى but still has an effect. ما زال له ايه تأثير. طب اخر واحدة خمسة بتقول عمرو not hungry because he has eaten a big lunch. عمرو اتغدى كويس فمش جعان. has eaten present اهو. قلنا البريزنت مع بريزنت لو فاكر. عشان كده اجابتها هتبقى ايه is. بالظبط. اوعى تختار بي. لا بريزنت بيرفكت مع بريزنت سيمبل is. ما اقدرش اخد has وhas. اوكي طيب next page page 11 عندنا بقى جماعة جملة زي رقم 6 بتقول my father space on business trips to China كم مرة بقى 3 times last year. جملة دي رخمة شوية عشان last year اللي في الاخر بتدل على الباص سيمبل. انا معاك بس هتيجي تدور على باص سيمبل في الاختيارات مفيش وحتى لو فيها هتبقى غلط لان طالما في رقم زي كلمة 3 times okay 2 times لازم استعمل present perfect have و has و be يعني يا سي has gone يا دي has been. طب اقول بيقول بابا راح الصين ثلاث مرات يبقى رجع ولا ما رجعش؟ رجع. يبقى gone ولا been؟ been. تمام يبقى has been. طيب نمبر 7 we have a lot of food. عندنا اكل كتير. ليه؟ قال لك اصل my mother spaced to the market. ماما كانت في السوق. طب ما دام الاكل جه يبقى ماما رجعت ولا لسه؟ ما دام عندنا اكل كتير رجعت. يبقى انهي واحدة؟ has never been عمرها ما راحت ولا has just gone لسه خارجة ولا has just been راحت ورجعت؟ ايوه سي has just been. نركز في اخر جملة كده بتقول have you finished your work space. لو لحد كده ممكن تبقى اجابتها يت فعلا الاولى بس لو كملنا كمل كده I can't believe it it's too early. بقول لا انا مش مصدق ده لسه بدري قوي. هنا في اكسكلاميشن في سربرايز في دهشه كده واستغراب وتعجب. عشان كده اقول له انت فعلا خلصت شغلك have you finished your work already. خلي بالك انت واخد النيه اللي بتيجي في الاخر. انا معاك لو ما جابش النص التاني I can't believe it it's too early او مثلا you started only 10 minutes ago ده انت لسه بادئ من 10 دقايق تمام هستعمل يت. لكن في الموقف ده الاجابه ايه؟ بي already. عشان يبقى معناها هو انت فعلا خلصت شغلك تمام. عندنا اخر جزء يونت 3 على السريع ملخصينه كده في بيج 12 ملخصينه بسرعه انه بتستعمل طبعا فور سام وان للعاقل زي ما انت عارف الذي والتي العاقل اما ويتش فور ان انيميت ان انيميت يعني غير العاقل وانيميت يعني العاقل تمام ويتش الغير العاقل معروفه هوم للاوبجكت يعني ايه اوبجكت؟ يعني مثلا اجي اقول this is a marker which I use for writing sorry this is علي whom I punished ده علي اللي انا عاقبته تمام. طيب نمبر ذات تالت واحدة ذات بيقول لي بتحل محل هو ويتش وهوم يعني التلاتة دول ممكن اشيلهم واحط بدلهم ايه ذات. هوز فولود باي ناون ودي مهمة جدا بعض بس الناس فاكرة ان هوز للعقل بس يعني مثلا this is علي هوز كار ويز ستون ان عربيته اتسرقت. لا ما انا ممكن اقول this is my bag شنطتي هوز كالر از براون هوز كالر اللي لونها. امتحان السنة اللي فاتت جت جملة بتقول I wrote many novels كتبت قصص كتيرة whose endings are happy اللي نهايتها كانت سعيدة يبقى whose followed by noun تمام. عندك when equals on which بتساوي طبعا on which طبعا دي مع اي توقيتات انت عارف. what بمعنى ايه؟ ما مش ماذا ما بس اوكي. زي ما اقول لك مثلا ايه have you seen what I bought هل رأيت ما اشتريت I couldn't decide what to wear. مش عارف اقرر البس ايه. وطبعا وير للبليسز معروفه equals in which بتساوي in which و which و preposition وحرف جر بس ملحوظه عاده وغالبا وير is followed by subject لازم يجي وراه فاعل ثم فعل. معلش اعذرونا احنا بنقول بسرعه لضيق الوقت. هنطبق مع بعض بسرعه كده نمبر 1 الكسندريا ها احنا بيج 13 الكسندريا اسكندريه. طب بليس يبقى which where whose who my brother was born is in the north of Egypt. ها بليس تبقى
بالظبط وير. تمام. طيب كان نفسنا نكمل بس لسوء الحظ بقى او لسوء حظي انا لان ما اشبعش منكم طبعا وقتنا خلص. فطبعا انا بس حابب اشكر كل الناس، اشكر مستر احمد السعيد واشكر كل الناس القائمين على الاستوديو وتجهيزات المكان، وكان ليا الشرف يا مستر احمد ان كنت مع حضرتك النهارده ومتشكرين جدا جدا. شرفتنا يا مستر خالد، ونتمنى ان كل طلابنا الاعزاء يكونوا استفادوا بالريفيجن دي مع مستر خالد. لو عند حضرتك اي رسائل او ملحوظه سريعه توجه للطلبه اتسوكي. في جزئيه برضو لحضرتك ممكن يكون الوقت ما سعفناش فيها اللي هي بتاعت البريبوزيشنز بيفور ويتش وهوم. ما هي ديت سريعاً اتس اوكي. خلاص ماشي، يعني ممكن نقول اخر صفحه. يس هي في أورال. اخر صفحه بس اوكي اورالي كده في سريع. اورال هو يا جماعه البريبوزيشنز دي يعني احنا بنحطها دايما قبل حاجتين، يا ويتش يا هوم، ان ويتش وات ويتش وفور ويتش وهكذا. يا بيربطها لك بحرف جر، زي تسمع على كلمه اسمها ابولوجايز يعتذر، طب حرف جرها ابولوجايز ايه؟ فور بالظبط. فعشان كده نقول ايه؟ فور ويتش. طب ريبلاي، ريبلاي تو، يبقى تو ويتش. طب انترستد اون ولا ان؟ ان، يبقى ان ويتش. تمام. طب كين اون ولا ان؟ يبقى اون ويتش. تمام. اول حاجه بيربط لك البريبوزيشن مع ادجكتيف او ناون او فيرب معين، او ساعات بالمينينج بقى، يعني كلمه ان وات مثلا معناها فيه. فلما بقول ان ويتش تيجي كده بمعنى اللي فيه، زي ما اجي اقول This is article او article، دي المقاله. In which I described the Egypt، اللي وصفت فيها مصر او اللي فيها وصفت مصر. تمام. ده باختصار اساسها انها بتيجي مع which ومع whom للعاقل. زي ما اقول This is علي on whom I depend. ليه قلت on؟ عشان depend اسمها depend ايه؟ on. لكن هل يجوز ان حروف الجر تيجي مع حاجة تانية؟ يقول لك This is a writer in whose life I'm interested، اللي انا مهتم بحياته. ومش قادرين نطول عن كده سامحونا، واتمنى نكون وفقنا الى حد كبير، وان شاء الله النظام الجديد ما فيهوش اي مشكله لطلابنا. الموضوع بسيط، الانجليش اساسه من البدايه نظام جديد. اهم حاجه بس زي ما بيقولوا براكتس ميكس بيرفكت، انك لازم تحل كتير ولازم تتدرب على كل اللي انت بتحله. وان شاء الله يعني حاول حماسك تستفيد بيه اول السنه. ويعني نقول متشكرين مره ثانيه ونكرر الشكر لمستر احمد السعيد وللبرنامج. شكرا مستر احمد. شرفتنا يا مستر خالد، ونتمنى نشوف حضرتك في لقاءات قادمه ان شاء الله. وتمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مهمه لطلاب الثانويه العامه في جميع المواد الدراسيه. قريبا سلسله كتب مدرس على الهواء في مراجعه نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقا للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.